حتوتة وكريمة حتوتة وكيكة مصفوطة. دول بقى مش عاوزين يحلوا الطوبة دي يا باشا، بسبوسة جلاشة اتوصل السبب عيني. وكريمة حدوتة وكيكة مصفوطة. أنا حتة متقصر يا بابا بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل والياسمين على احلى المشاهدين مشاهدي حلوان العرب الحلوين والطيبين. النهارده ان شاء الله الفقره بتاعت طلباتكم اوامر، علشان صديق البرنامج وصديقي انا احمد الصغنون اللي طلب الجاتو شاتو. النهارده ان شاء الله هنشتغل الجاتو شاتو بنكهات مختلفه، هنشتغل فراوله، هنشتغل الموكا، والاساسي بتاعه اللي هو الشوكولاته. هنحاول على قدر المستطاع نعمل الثلاث وصفات، ان ما امكنش هنعمل وصفتين ونشرح الباقي ازاي. تمام، طبعا البرنامج برعايه جارسينيا، جارسينيا المنتج الصحي المحترم، مش ولا اكتر من كده. نخش على المقادير. الجاتو شاتو الفراوله، عندي 100 جرام من السكر، 100 جرام من السكر نص كوبايه، عندي 220 ملي من الزيت كوبايه، 100 ملي من اللبن نص كوبايه، عندي 5 جرام بيكنج باودر معلقه صغيره، 2 جرام فانيليا ربع معلقه صغيره، عندي 1 جرام ملح ذره كده ذره ملح، عندي 220 جرام من الدقيق 2 كوبايه وربع، عندي 50 ملي عصير فراوله ربع كوبايه، عندي 2 بيضه. بيتعمل ازاي؟ ينفع بطريقتين، ينفع في الخلاط العادي اللي في البيت عند حضرتك، وينفع ان انا اعمله على يد المضرب الكهربائي اليدوي، ده ينفع وده ينفع. طيب ليه الكلام ده؟ احنا ما بنعملش عمليه الخفق، يعني احنا ما بنشتغلش عمليه خفق زي الاسبونش. الجاتو شاتو بيبقى مميز شويه انه بتبقى قطعه مش مكتومه لكن متماسكه نسبيا مش زي الاسبونج، ده الاختلاف. تمام، اول حاجه هنعملها حضراتكم بنعمل ايه؟ باخد الخلاط كده عند قدام حضراتكم، اخد البيض، عشان هنعمل بطريقتين، هنعمل بطريقه الخلاط وبعد كده هشتغل بالطريقه اليدويه. تمام، هاخد اول حاجه البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، البيض عندي اهو. تمام، وهاخد السكر بسم الله مع بعض كده، الفانيليا بتاعتنا بدل في بيض يبقى فانيليا على طول مباشرة. تمام، هبدأ في عملية الخفق، مش خفق، أنا بضرب بس البيض مع السكر، عايزه يمتزج مع بعض. بسم الله، يا دوب بس حركت كده إيه، دقيقتين بس كده. طب حد يسألني ينفع ان انا اكمل كل المكونات كلها مع بعض في الخلاط؟ ينفع، بس انا هعمل النهارده بطريقه سهله، ان انا بعمل لحضرتك تقدري بمضرب سلك عادي جدا تشتغلي بيه. كده خلاص تمام، هبدا بعد كده اعمل ايه يدوي حضراتكم. اخد مضرب السلك، مضرب السلك يا احمد لو سمحت، وعندي البوله، فين البولات يا احمد؟ يبقى انا اعمل الطريقه حضراتكم اللي انا بشتغل بيها النهارده، الخلاط ينفع كل المكونات تتحط مع بعض عادي جدا، وبعد كده ينفع ان انا احط في المضرب السلك على البوله بتاعتي. يا ابو حميد مضرب السلك. يا احمد ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. انا بعمل لك الجاتو شاتو اهو. ماشي. النهارده عامله لك بالفراوله وبالموكا والشوكولاته، ايه رايك؟ حلو. طب يا حبيبي تغربوا كده ان شاء الله، ماما تعمله لك ويطلع معاك حلو كده ان شاء الله يا حبيبي. وانا بحبك قوي والله يا حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. بص حضراتكم انا عملت ايه، شكرا يا احمد، وتابعني يا حبيبي وشوف كده الجاتو شو الجاتو الشاتو هيبقى عامل ازاي وشكله ان شاء الله. عملت حضراتكم ضربت، انا بس بعمل عمليه ضرب بسيطه، ان انا بخلي البيض مع السكر يندمجوا مع بعض، وبعد كده يدوي عمليه الضرب او الخفق، مش خفق، هنقول المزج، مزج مع بعض. انزل بعد كده حضراتكم بايه؟ اول حاجه هعملها اخد الصوص الفراوله اهو، الصوص بتاعنا الفراوله اهو، شايفين حضراتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خدت ايه اهو عصير الفراوله. تمام، وبعد كده عندي اللبن، بص حضراتكم اللبن اهو، بص حضراتكم كل الخليط مع بعض، شايفين بعمل ايه؟ كله بقى دمج، انا عملت عمليه دمج مع بعض خلاص. ايوه اللبن اهو. تمام، كل المواد السايله، عندي البيكنج باودر، عندي الملح احطهم مع الدقيق، بيكنج باودر تمام، عندي الملح جزء من الملح عشان يشغل معايا الدقيق، نسبه الجلوتين عندي تشتغل،
وابدا بعد كده حضراتكم نص كميه الزيت، بس الاول اتاكد من الخفق، مش خفق لا ضرب. طب انت قلت خفق مش مشكله خالص، انا خلاص حولت المقدار اللي هو دمج مش اكتر من كده. اخد نص كميه الدقيق الاول، بعمل بصوا دي ازاي حضراتكم اهو بايدي كده، بخلي كل الدقيق الرطوبه تطلع منه. بسم الله، وابدا الدقيق بالراحه خالص اهو، انا نازل بالراحه اعكس لك، شايفين حضراتكم الدقيق نازل شويه 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 اهو. وبعد كده بعمل ايه؟ خلاص خلاص كميه الدقيق معايا. طريقه سهله جدا لجاتوه الشاتو، سهل جدا. خدت الدقيق يا سمر؟ الو، ازيك يا استاذه سمر؟ ازيك يا شيف، عامل ايه؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ ربنا يخليك يا رب. انا بحبك قوي والله يا شيف. وانا بحبك كلكم والله، يا ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. شوف، اطلب منك طلب لو سمحت. اتفضلي. عايزه مني طريقه البسبوسه. البسبوسه؟ حاضر، انا احنا عملنا البسبوسه. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. عملنا البسبوسه وهقولها لك تاني لو جاهزه اخر الحلقه ان شاء الله. عينيا حاضر. خلاص، تسلم عليك يا شيف. شكرا. ممكن تخش على الصفحه ست سمر، على الصفحه بتاعت حلوان العرب، هتلاقي البسبوسه نازله بالخطوات والطريقه. اخر حاجه حضراتكم بنزل بالزيت اهو. بص كده مع بعض، نص الكميه الاول بالراحه كده خالص اهو، وبقلب بالراحه. هنلاقي عينيا يا ادم، يا حبيبي يا ادم، اعمل لك يا حبيبي اللي انت عايزه. حاضر، اعمل لك تورتيه شوكولاته. بص حضراتكم بعمل ايه؟ تقليب خفيف خالص اهو. بص نبص كده مع بعض، مش سبونش، هو مختلف عن الاسبونش. ونص كميه الزيت تاني اللي باقيه معايا، وابدا في التقليب مع بعض بالراحه خالص. بص حضراتكم بقى بقلب هنا. ينفع اضيف لو انت عند حضرتك عايزه تضيفي الوان صحيه علشان يدي اللون كلرز اكتر، ما عندناش مشكله خالص. ينفع عايزه تضيفي في العصير نفسه الفراوله اللي احنا حطيناه كميه من الالوان الصحيه الطبيعيه، ينفع ده، ينفع وده ينفع اللي هي الغذائيه. بص حضرتك بقلب ازاي، باخد من تحت لفوق من تحت لفوق اهو، ونحضر المقادير الثانيه على طول يا احمد. بص حضرتكم اهو شغال، بقلب ازاي. لو نلاحظ كده شرقاوي، معلش تعالى معايا، الخليط تقيل شويه، شايفين حضراتكم ده الخليط تقيل شويه اهو. دي طريقه للجاتو الشاتو اللي انا عملته من غير الصوص بتاعه. نركز مع بعض كده، انا بسحب كميه الصوص الاول قبل ما بضيف الدقيق. نركز مع بعض، النهارده بعمل بطريقتين مختلفه شويه. انا النهارده خدت المقدار كله مع بعض للكيكه نفسها عشان هعمل تورتايه. لو انا هعمل جاتو زي الطريقه الثانيه اللي انا هعملها حضراتكم، هاخد نص الخليط الاول اسحبه اللي هو صوص. نركز مع بعض، انا النهارده عامل جاتو بكذا طريقه. الطريقه الاولانيه ان انا بحوله كيكه، الصوص اللي هعتمد عليه في التزيين هيبقى المروار، لكن انا خدت البيزك كله معايا عشان هعمل كيكه، ده اللي يختلف عن الجاتو. بص حضراتكم اهو، شايفين الشكل عامل ازاي؟ ابدا اجمع كده، شايفين حضراتكم كده؟ ده الشكل بتاعنا. اعمل بالمعلقه بقى التقليب، مهمه قوي النقطه دي. يا استاذه ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حضرتك. الله يخليك يا رب، الله يخليك يا رب. اموريني. بص يا حضرتك، كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. يعني بص، انا عندي هالات سودا تحت العين، وعايزه وصفه يعني تحيدها، اي طاسه كده. لا انا ما سمعتش. طب قولي تاني عشان ما سمعتش، معلش. بقول لك انا عايزه يعني اي اكله تكون تشيل الانيميا. يعني الانيميا؟ حاضر، احنا قلنا هنتكلم مع الدكتوره على النحافه في حلقه يوم السبت ان شاء الله، نعمل لحضرتك حاجه او نتكلم على حاجه للانيميا. حاضر، عينيا تأمريني يوم السبت ان شاء الله مع الدكتوره هاجر. نبص كده يا جماعه، تعالى معايا شرقاوي. انا النهارده عملت بطريقتين مختلفه. الطريقه الاولانيه جاتو شاتو اللي هو خدت كل المقدار مع بعض، ما خدتش النص بتاعه الصح بتاعه، ان انا باخد نسبه من الصوص قبل ما بضيف الدقيق، اخد كل المكونات في الخلاط او المضرب، وباخد شويه للتزيين للفينش لما تطلع من الفرن. انا النهارده عملت ايه؟ خدت الكميه كلها علشان هعمل كيكه في الفورمه دي. نبص كده مع بعض، دي الفورمه بتدهن ماده دهنيه، ايوه اهي، شايفين الزيت جوه عامل ازاي او الزبده، ماده دهنيه خفيفه جدا، تمام. وبعد كده مباشره بنزل من فوق وفي السنتر. حاضر، زي ما اتعودنا كده مع بعض. هنزل السنتر ليه؟ السنتر في النص بتاع البوله حضراتكم علشان ما تفرغش معايا وتهبط، بعمل تكتل في النص فتبدا تفرش معايا، شايفين حضراتكم؟ يا استاذه فرح، فاطمه يا استاذه، يا استاذه فاطمه، هم بيملوني الاسامي غلط، اعمل ايه طيب؟ قولي لي بس اعمل فيهم ايه؟ معلش حصل خير. اموريني يا ست الكل. بقول لحضرتك ممكن عايزه بريجه شوكولاته اعملها في البيت. شوكولاته في البيت اللي هي الحاضر، حاضر، قابله للدهن يعني؟ عينيا عينيا، حاضر، نعملها لك في حلقه يا ست فاطمه، ايه رايك؟
ان شاء الله تكبر. ماشي استنينا كده نعمل لك في حلقه قدام حضرتك وتبقى ليك وباسمك ان شاء الله. ربنا يخليك يا شيف دايما والله. تأمريني تأمريني يا ست الكل. حاضر حاضر. شكرا يا استفاضه. دي الطريقه الاولانيه للجاتو الشاكو الجاتو الشاتو كيكه. انا حولته لكيكه. التزيين بتاعي هيبقى مروار او بصوص فراوله. انا عايز الكيكه كلها معايا اهي. نبص كده مع بعض. شايف الشكل عامل ازاي؟ هتطلع معايا شكل ورده جميل. دي كده خلاص هتخش الفرن على كام؟ 180 لمده 20 دقيقه او 25 دقيقه. دي كده قدام حضراتكم اهي خلاص هدخلها الفرن. اتاكد ان الفرن شغال قبل ما اشتغل على الاقل بربع ساعه عشان يحقق الحراره بتاعت ال 180 وما يهبطش اقل من ربع ساعه، يعني ممكن في نص ساعه فيما فوق. نروح الفرن الشرقاوي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضراتكم في النص. لو انا هعمل كذا صينيه في الفرن بس ابدا بالنص الاول، الجزء اللي في النص الاول. لو انا هعمل فوق وتحت ابدا في النص وبعدين اسوي في تحت. ليه؟ انا عملت الحراره عزلت الحراره عن الارضيه بتاعت الفرن هيتخف الدرجه شويه على 180. اظبط اهو 180 حضراتكم ظابط اهو من 20 ل 25 دقيقه. طيب جاتو شاتو الثاني اللي هنشتغل بيه حضراتكم، انا عندي النهارده ثلاث مقادير هنشتغل على الفصل دلوقتي. طيب حاضر. عندي جاتو شاتو الموكا او بالكافيه اللي هو سريعه الذوبان، ده ينفع. هنشتغله ازاي؟ بعد الفصل ان شاء الله. بس ده بقى اللي هسحب منه الصوص، هشيل كميه للصوص عشان لما تطلع من الفرن او ضايف الصوص ايه عليها لما تبرد معايا هيديني الشكل الجاتو شاتو علشان اخونا وصديق البرنامج احمد يكون مبسوط ان شاء الله. فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل. اشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا حضراتكم بعد الفاصل. هنعمل سريعا كده مع بعض جاتو شاتو الموكا. الموكا اللي هو ايه؟ بقهوه سريعه الذوبان. نقول مقاديرنا. عندي عدد 2 بيضه، عندي 100 جرام من السكر نص كوبايه، عندي 220 ملي من الزيت كوبايه، 100 مقادير جاتو شاتو موكا. جاتو شاتو موكا تمام. عندي عدد 2 بيضه، 100 جرام من السكر نص كوبايه، 220 ملي من الزيت كوبايه، 100 ملي من اللبن نص كوبايه، عندي 5 جرام بيكنج باودر معلقه صغيره، 2 جرام من الفانيليا ربع معلقه صغيره، 1 جرام من الملح، 220 جرام من الدقيق كوبايتين الا ربع، 5 جرام قهوه سريعه الذوبان عدد 2 باكو تمام. هنعمل ايه حضراتكم المره دي بقى؟ هنسحب اللي هو الصوص بتاع جاتو الشاتو. يا استاذ احمد، استاذ احمد المره دي هنعمل جاتو الشاتو كله في الخلاط. يا استاذ احمد طب تكلمنا تاني. شكرا على تليفونك. حضراتكم حطيت البيض، حطينا السكر عشان بس نلحق وقتنا تمام، خدت اللبن، كل المكونات مع بعض تمام. وبعد كده باخد الملح هنا، اخد الفانيليا معايا هنا حضراتكم كده، اخد البيكنج باودر على الدقيق، هاخد الزيت نص الكميه الاول. بسم الله تمام. طبعا البرنامج برعايه ما ننساش برعايه جارسينيا المنتج الامن الصحي. وقلنا الاستخدامات عشان ما حدش يتلخبط الاستخدام ازاي. انا باخد كبسوله قبل الفطار وكبسوله قبل الغداء، كبسوله قبل الفطار بنص ساعه، وبعد ما اخد الكبسوله 4 كوبايات ميه، بعد كده انتظر نص ساعه افطر. نفس الموضوع في الغداء، كبسوله وبعدين 4 كوبايات ميه نص ساعه اتغدى، اليوم بتاعي يكون امن وصحي ان شاء الله. ونتيجه نتيجة ممتازة جربوه. ولازم شرط أساسي كمية المية، لازم من 4 ل 5 كوبات مية، ده أساسي بعد الحباية مباشرة. نرجع سريع جاتو شاتو. أنا عملت إيه؟ كل المقادير مع بعض أهي. يا حاج محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيف أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك؟ أنا ممنون منك وربنا يخليك لينا. يا رب يخليك، أستاذ محمد. ممكن اقول تانية؟ اتفضل اتفضل امرني. يا كيف ادري يا فاكهة حلوة وجميلة، يا حلواني وفنان وعندك خبرة طويلة، وكل الفنادق تبع النجوم بتجري وراك وتعيش قناة الصحة والجمال، لأنها احسنت الاختيار وخلتك شرفت في وسطينا. أنت قلبك أبيض وبتحب تساعد الفقراء والمساكين، ربنا يخليك لينا. ربي يخليك. الدكتورة آدر عبد الدايم أم البسمة، صاحبة البسمة الحلوة والجميلة، ربنا يخلي لها مامتها وتبقى جنبينا وسطينا يا رب، يسعدها ويصلح أحوالها. أم بسمة حلوة وجميلة وربنا يخليها لينا. الدكتورة
اخر عبد الدايم وطلبتها وقالت لي تعالى بكره ان شاء الله. شكرا يا محمد، ربنا يخليك، كل كلمه قلتها على راسي. تسلم تسلم، وربنا يا رب يجعلك الخير ان شاء الله. انت راجل محترم ووجهك حلو ولسانك حلو وقلبك ابيض. يا رب يخليك يا محمد، تسلم يا حبيبي، اشكرك اشكرك، شكرا ليك كلامك الجميل ده، شكرا يا حبيبي. نرجع تاني جاتوشاتو. انا عملت حركة كل المقادير مع بعض المره دي في الخلاط على الطريقه الاساسيه بتاعته. هعمل الخفق المهم، تمام، بصحركم هنا بقى هعمل ايه. انا النهارده الخليط بتاعي ان انا عامل الايه، قهوه سريعه الذوبان، هاخدها في الاول اهي مع الخلاط بتاعي، تمام كده حضراتكم، واعمل الخفق عشان هسحب الصوص بتاعه، هشيل الكميه اللي انا عايزها. يا استاذه ساره، استاذه ساره كلمينا تاني يا ست الكل. يا استاذه ساره، يا ساره. الو. ايوه يا ست الكل، سامعك. لو سمحت عايزه طريقه الزلابيا. الزلابيا نعملها لحضرتك على الهواء، ايه رايك؟ اتحملوني كل اللي هتطلبوها نعمله، تمام؟ طب يا بنتي يكون قريب. قريب، حاضر، عينيا تأمريني. حاضر حاضر ماشي، حاضر حاضر حاضر. كل اللي بتطلبوه ان شاء الله، الفقره اللي بتكلم عليها اللي هي فقره طلباتكم اوامر، هتتعمل وبنعمل. النهارده عملنا الجاتو شاتو لاحمد صديق البرنامج وصديقي حبيبي الصغنون، وهنعمل الباستا فلورا برضو عشان حضراتكم في ناس طلبوها، وبلح الشام عشان لؤي ادم ولؤي ادم طالب بلح الشام، وادم وسيف ولؤي. حاضر، بص حضراتكم انا عملت ايه سريعا كده اهو. هبدا اسحب الصوص، الصوص بقى اهو، نبص كده مع بعض الكميه هتتحدد ازاي اللي انا هسحبها او اخدها من الخلاط بتاعي على قد كميه الكدر او البوله، سواء الكدر الصغير اللي هو حضراتكم ده او سواء تورتايه. ده الشكل اهو، 20 هنا 20 سم في 30 سم. هبدا اشتغل، هاخد كميه قد ايه؟ حوالي كوبايه. يا ست ام محمد، ست ام محمد ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ ازيك يا شيف ادري؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي. والله العظيم والله انا مش مصدقه. ليه بس؟ مصدقه ان انا بكلم حضرتك. يا رب، شرف ليا والله، شرف ليا. انا متابعاك من ايام قناه فود. يا رب يخليك، يا رب تسلمي لي يا ست الكل. والله يا شيف ادري انا مش مصدقه، والله يبارك لك، انت حاجتك كلها جميله. انتوا الاجمل والله، انتوا الاجمل، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. ربنا يخليك يا شيف قدر، وانت حاجتك جميله وانت نظيف كده وانت واقف، الله يخليك يا رب ويبارك. دعواتك بس، دعواتك لينا ست الكل دي اهم حاجه، ربنا يخليك يا رب. شكرا ليك يا ست الكل، الف شكر لحضراتكم. نرجع تاني لحضراتكم، انا سحبت الصوص بتاعي اهو، تعالى شاركوا معايا اهو. ده الصوص اللي انا هاخده من فوق لما يستوي معايا في الفرن. اول ما يطلع في حاجتين، ينفع ان انت تضيفيه سريعا وهو سخن عشان يشرب معايا، ينفع، وينفع اسيبه يهدى ويبرد واضيفه من فوق، ده ينفع وده ينفع. هاخد كميه الدقيق اهو، هاخد نصها بس. بص حضراتكم لو ينفع في الخلاط. يا مدام سميره، ازيك يا شيف قادر؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ انت عامل ايه؟ ازاي اللي عندك وازاي العائله وازاي كل شيء في الدنيا حلو عشانك؟ يا رب يكرمك يا ست الكل، تسلمي لي. الله يخليك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك ويديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك يا مدام سميره، اشكرك. الله يخلي. انا عايز اسال، ما الاعاده امتى يا شيف قدري؟ الاعاده الساعه 8 الصبح. طب انا عايزه طريقه عمل البقلاوه. عينيا هنعملها بقى في حلقه البقلاوه دي، هنعمل حلقه البقلاوه البيضاء يا شيف قدري. عينيا هنعملها هنعملها هنعملها، حاضر، كله هيتعمل ان شاء الله. حاضر حاضر، تأمرينا يا مدام سميرة. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، اشكرك، مع الف سلامه. الله يسلمك، الله يسلمك. بص حضراتكم كده اهو، انا باخد الصوص، الكميه اللي انا الخليط بتاع الاباراي بتاعي اهو، سريع كده، وبعد كده باخد الدقيق. تعالى يا احمد شيل شويه دول لو سمحت. نبص كده مع بعض الدقيق، انا خدت نص الكميه ضربتها في الخلاط، اول ما هلقى الخلاط تقل معايا ابعد على طول عن الخلاط علشان ما يتحرقش، تمام، وابدا في التقليب. نبص كده الاباراي مختلف اختلاف كلي عن ايه الاسبونش، شايفين حركهم بيبقى تقيل شويه، جاتوش هتقول تقيل شويه. يا ابو محمد. ايوه يا باشا. ازيك يا ابو محمد، عامل ايه؟ ازيك يا شيف ادري؟ الله يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. الله يبارك لك يا باشا، بعدين لك بس عايز اشتري بلح الشام. بلح الشام، حاضر، عينيا اعمله لك ان شاء الله. حاضر حاضر، هنعمل بلح الشام. حاضر حاضر يا حبيبي، تأمرني. بص حضراتكم بقلب كده مع بعض، بص يا مدزل كده مع بعض كله، ما يبقاش في دقيق، ما تخافوش مش هيهبط ولا يجرى له حاجه، لان انا ما عملتش مع عمليه الخفق. بعد كده بجيب الفورمه بتاعتي، بص حضراتكم اهو، وبنزل. نبص كده مع بعض الخليط عامل ازاي، شرقاوي معلش تقيل شويه. نبص كده مع بعض، هنا الخليط تقيل شويه مش زي الاسبونش،
خلي بالكم في اختلاف كتير قوي فيه، علشان انا ما عملتش خفق، انا عملت مزج بس بالخليط. يا استاذ هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن لو سمحت يا شيف قادر عايزين نعرف بس عمليه الصوص الشوكولاته ازاي؟ صوص الشوكولاته؟ اه عينيا حاضر. اقول لك انت عايز الصوصات والمروارات؟ اه عشان بعمل ايس كريم وحاجات من دي. نعملها لك في حلقه مروارات كامله مع صوصات. عينيا حاضر. حاضر تأمرني. حاضر حاضر. معلقة يا احمد لو سمحت زبتيول. احمد معلقة زبتيول لو سمحت. بعد كده بعمل ايه حضراتكم؟ ببدا اوزع. شايفين حضراتكم؟ اوزع كده. ايه يا ام غصون؟ ايوه. ازيك يا ست الكل؟ اهلا، زي الحال. ازيك يا شيخ قدري؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. عامل ايه؟ كويس. اسم حلو غصون، جميل. تسلم ايدك. يا رب يخليك يا رب. معلقة زبتيول. الله يخليك. تسلم. ربنا يخليك. استكوا اموريني. حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اموريني ستي، اموريني. الامر لله وحده. والله انا لما اجي اعمل بسبوسه بتنشف مني. طب انت ما تابعتيش معايا الحلقه بتاعت البسبوسه؟ ايه؟ ما تابعتيش الحلقه بتاعت البسبوسه معانا؟ اه لا والله ما خدتش بالي. طيب بص انا هي على الصح. عايزه اعرف دي حاجه، والحاجه الثانيه لما اجي اعمل برضو قلاش حلويات برضه مش بيطلع حلو مني. طيب لو سمحت ممكن تقول لي الطريقه؟ هنعمل الجلاش البسبوسه هشرحها لك سريعا. البسبوسه احنا قلنا اهم حاجه في البسبوسه ما باجي اشتغلها التقليب، باخد كل المكونات مع بعض وبعد كده اخر حاجه. نعم اتفضلي اموري حضرتك. طيب معلش هسال سؤالي وبعدين هسمعك انا عبر التلفزيون. اتفضلي. معلش. اتفضلي اتفضلي. ماشي. اه بس القلاش انا عايز اعرف بيطلع قطري ازاي، والبسبوسه بينشف مني، عايز اعرف برضه طريقتها واستخدامها، يعني اعملها ازاي. حاضر حاضر حاضر. بسبوسه والجلاش. البسبوسه اللي هشرحها لحضرتك سريعا كده، البسبوسه انا خدت كل المكونات بتاعتي مع بعض، خدت السمنه، خدت السكر، خدت جوز الهند، وكله مع بعض اتفرك مع بعض لغايه لما تبيض معايا، اشتغل في الفرك قوي يعني ادعكها كتير ما عنديش مشكله. عندي عسل الجلوكوز، عندي لبن على النار او زبادي مع عسل الجلوكوز بدفيه، اخد عسل الجلوكوز مع الزبادي او اللبن وانزل على المقدار بتاعي اللي هو السمنه مع السكر مع جوز الهند، اقلب برضو كويس جدا لغايه لما تفتح معايا، وبحاسه بتاعت ايدي احس انها دابت خالص. بعد كده اجيب السميد واقوم حاطط السميد عليها وبالراحه خالص. بعمل ايه حضراتكم بقى؟ بقلب من فوق لتحت تقليب خفيف تقليب خفيف لغايه لما يمتزج كل المقدار مع بعض. ما هنا حضرتك اللي ممكن تشوفيها ناشفه ما عنديش مشكله خالص، سيبيها زي ما هي، صينيه مدهونه ماده دهنيه، او تحط السمنه ومعاها شويه طحينه وتحط البسبوسه بتاعتك تبس كده تطلع زي الفل. نرجع الفرن كده ونبص على الفرن بتاعنا، ما شاء الله زي الفل، الله اكبر. طيب انا هفتح الفرن ونشوف. بسم الله. شايفين الشكل عامل ازاي ما شاء الله؟ شايفين الشكل عامل ازاي ما شاء الله؟ زي الفل. اقفل تاني علشان قدامي كمان حوالي خمس دقايق تمام كده واسيبها. بعد كده انا محضر صوص. الصوص بعد كده حركه بشتغل على صوص عادي جدا او صوص فراوله او مروار، ده اقدر اشتغل عليه. بعد كده بعمل ايه حضراتكم؟ اعمل المقدار الثالث سريعا. المكونات بتاعتي خلي بالكم، الصوص اهو. لا مش تقيل، ما احنا بنستعمل جرسين يا حبيبي. يا ست مساجده، يا مساجده نعم اموريني. برضه كده انا على التليفون من بدري يا ست ادري. اللي هيدفع الفاتوره بتاعتك شرقاوي، حقك عليا. عامله ايه يا ست الكل؟ اموريني. عامل ايه؟ منور والله. نورك والله يا ست، نورك. تسلمي لي يا رب. الله يخليك. الله يبارك لك. الله يخليك يا ست ادري. اموريني ستي. احنا اللي طلبنا منك الباستا فلورا واللانشو. الباستا فلورا ان شاء الله يوم الثلاث. اللانشو بقى استني عليا شويه بس. عشان نعمله للعيال للمدرسه. حاضر هعمله حضرتك ان شاء الله. حاضر حاضر. الباستا فلورا ان شاء الله بامر الله، وفي محاولات جديه كده ان اجيب الشيف محمد ينورني يبقى معايا وهو بيعمل اللانشون، هو ملك المصنعات، فبنحاول كده ان شاء الله اجيبه. تحت امرك ست الكل. نرجع كده على الجاتوش هاتوش شوكولاته. يا مدام عايده. مدام عايده. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف قادر؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيف قادر كنت عايز اعرف طريقه عمل البسبوسه لو سمحت. البسبوسه. حاضر حاضر اشرحها تاني وانا شغال. معلش. والشاورما كمان. الشاورما. اه حاضر 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 تموريني. حضرت الكل. ارجع كده المقادير سريعا عشان نعمل المقدار التالت كده، الوصفه الثالثه بتاعتنا. خدت كل المكونات، عندي البيكنج باودر، عندي الفانيليا اهي خلاص هنا مع البيض تمام. ارجع كده سريعا اعمل ايه حضراتكم؟ عندي الكاكاو
وعندي الدقيق. انا هنا هعمل ايه بقى حضراتكم؟ هاخد كل الكميه في الاول اهو سريعا كده، وما ننساش الفرن، حد يفكرني برضو المزج. بص حضرتك بعمل مزج. حد يسال ليه اشتغلنا في خلاط؟ هنا الخلاط او مضرب السلك الكهربائي اليدوي ده حضراتكم ما بيعملش نفس النتيجه بتاعت القفص، مش عايز هواء يخش كتير، انا بعمل مزج بس. ارجع كده سريعا، هاخد شويه من الكاكاو. بص حضراتكم كده الكاكاو، هقول مقادير حالا اهو. كميه الكاكاو قليله جدا في الاول، ليه حضراتكم؟ حالا هقول مقاديرنا. عندي مقادير الجاتو الشوكولاته: 100 جرام من السكر، نص كوبايه، 220 مللي من الزيت، 100 مللي من اللبن عند نص كوبايه، 5 جرام بيكنج باودر، 2 جرام فانيليا ربع معلقه صغيره، 1 جرام من الملح. بص حضراتكم الكاكاو نقطة مهمة علشان ما يتقلش معاكي في الخلاط، بنعمل ايه؟ نص الكمية تدريجيا، واخد النص التاني اهو. تمام كده حضراتكم؟ وابدأ في الايه؟ الضرب سريع كده مع بعض، وما ننساش الفرن يا شرقاوي. لغاية لما يتقل بس، أشوف كده بعيني كده بالراحة إن هو تقل، بدأ يتقل معايا، خلاص أنزل ده صوص، تمام؟ كده زي الفل. اخد الكميه بتاعتي اللي انا هسحبها كده، اخد الكميه اللي هي الفينش من فوق لما يطلع من الفرن، نفس اللي انا عملته في الموكا. بص حضراتكم كده اهو، اهو شايفين الشكل عامل ازاي؟ زي الصوص بالظبط، ده صوص شوكولاته يعتبر، اللي هو صوص بتاع الشاتو. شايفين حضراتكم كده؟ خلاص انا مش محتاج تاني، يا دوبك علشان الكميه هستعملها في التسويه. واخد الدقيق حضراتكم نص الكمية مع البيكنج باودر بتاعنا والملح، شوية بشوية كده الأول أهو. شايفين بعمل إزاي؟ علشان الخلاط ما ينفعش إن أنا أضرب فيه إيه؟ الدقيق. حالاً حالاً. شرقاوي شاطر يا شرقاوي، بتفكرني بالفرن. شاطر يا شرقاوي. حالاً. طب نبص كده مع بعض عشان ما ننساش. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح بالراحة، أفتح الفرن بالراحة عشان الهواء. بدأ كده خلاص أهو. طيب الفرن احمد الجلافز لو سمحت، اشوف بايدي. لسه شويه انا في النص كده بعمل بدوس، لقيتها بتتحرك استنى شويه، واقفل تاني بالراحه خالص اهو. تمام نرجع تاني حضراتكم اهو، الصوص بتاع اللي خدته هسحب الكميه، الكميه اللي باقيه فين حضراتكم اهو؟ لا انت بتستعمل، انت بتستعمل جرسينه ما تخافش. حاضر شرقاوي طبعا بيفكرني بيتكلم كطريقه طبيه يعني صحيه، انا بستخدم باكل شوكولاتات باكل حلويات، احنا بنستخدم طبعا المنتج بتاعنا جرسنه فما بتلاقوش منه ان شاء الله خالص. بناخد كبسوله قبل الفطار بنص ساعه، وبعد الكبسوله مباشره اخد 4 كوبات ميه او 5 كوبات ميه، انتظر نص ساعه اخد الوجبه بتاعتي بتاعت الفطار او الغداء. وبالف صحه عليكم ان شاء الله، وحاجه امنه ومحترمه. كده خلاص خدت الكميه، اخد بقى الباقي من الدقيق اهو. بص حضراتكم الدقيق اهو وبقلب. طبعا هنا احنا قلنا ايه؟ ما نخافش. ما نخافش ليه؟ انا ما عملتش خفق، يعني ما دخلتش هواء كتير مع البيض معايا، انا بس عملت مزج. يا مدام ايمان مساء الخير شفقات. يا مساء الفل يا ست الكل، عامله ايه؟ حضرتك منور الشاشه والله. نورك ستي. حضرتك اضافه مميزه لاي قناه بتكون موجود فيها والله. لا انتوا بس، انتوا اللي على راسي والله، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. حضرتك عارفني انا شيف ايمان ابو العينين. شيف ايمان ازيك؟ ازاي حضرتك شيف ادري؟ منور الشاشه شيف ادري. ازيك يا استاذ؟ ربنا يخلي حضرتك، حضرتك منور وبتشرف انت على كل اللي بتقدمه. استاذه المعجنات كلها ما شاء الله عليكي. ربنا يخلي حضرتك. لا احنا تلاميذك بس شيف ادري والله. يا رب يخليكي، يا رب يكرم، ما شاء الله عليكي. انا حبيت بس اشكر حضرتك على الحاجات الحلوه اللي انت مقدمها ومنور الشاشه والله. تسلمين. واضافه مميزه لاي قناه بتكون موجود فيها والله يا شيف ادري. تسلمي لي يا استاذ الكل، ما شاء الله عليكي، ربنا يحفظك ويكرمك يا رب، وتحققي كده اللي نفسك فيه ان شاء الله. تسلمي لي يا مدام ايمان. الشيف ايمان من الشيفات المحترمه ما شاء الله في الخبازه والحاجات دي، كانت عملت معايا حلقه في الفطاير ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله. بص حضراتكم انا بقلب اهو، تمام؟ لو لقيت الخليط بتاعي تقل شويه ما عنديش مشكله، هبدا اسحب من الصوص اهو قدام حضراتكم اهو، انا حاسس وانا بقلب تقل معايا شويه، اخد شويه الصوص كمان ما عنديش مشكله خالص، ممكن انا اكون خدت كميه كتير اهو، وابدا اقلب مع بعض عشان يطلع معايا في الاخر اهو، واجيب المعلقه بتاعتنا العاديه ابدا اقلب بيها. بسم الله. بص حضراتكم
بيبقى تقيل، هو معروف جاتو الشاتو اتقل من الاسبونج. قلب كده مع بعض اهو، تمام. اخد بقى الفورمه بتاعتي وابدا اصب فين؟ في الفورمه. شايفين حركهم اهو، يلا. ايوه شايفين عامل ازاي؟ ليه هنا بقى بتقيل شويه؟ انا الكاكاو عندي بيخليه لزج شويه، تقيل كده معايا عشان تحسوا بالطعم بتاعته، تطعموه عامل زي الشوكولاته. شايفين حركهم؟ طيب حد يسال برضو، احنا بنستخدم شوكولاتات وبنعمل دايت وتخسيس، ما تقلقوش خالص، انت بتاكل الشوكولاتات، انت بتاكل اي حلويات، احنا بنستعمل المنتج بتاعنا اللي هو جارسينيا طبعا. احنا قلنا منتج امن محترم واستعماله سهل جدا، ان انا باخده الصبح قبل الفطار بنص ساعه، اخد كبسوله وكبسوله قبل الغداء برضو بنص ساعه، اشرب واشرب. برضو من ضمن الحاجات يعني، برضو الدكتوره كانت قالت ان المنتج بتاعنا يا جماعه الجزء مش موضوع ان انا اخس بس، انا بعمل باور للجسم بتاعي، بعمل باور كده للجسم بتاعي وانا بشتغل، بيكون جسمي فايق. فلو خدت الكبسولات واشتغلت عليها وانتظمت عليها هيكون اليوم بتاعي بالنسبه لي سهل جدا. انا بقى مش فكره ان انا اخس بس، لا، انا اكون صحي، جسمي فايق كده بالبلدي زي ما بيقولوا، اروح الشغل اجيب الشغل اطلع على السلم انزل من السلم ما عنديش اي مشاكل خالص. انا خسيت، انا خدتها وخسيت الحمد لله، حاسس يعني انا حاسس ان انا فقت شويه، تمام. ده حضراتكم كده خلاص الصوص الثاني اهو، اخش على الفرن سريعا. بس نعمل ايه بقى؟ اتاكد ان الفرن عندي برضو محقق الدرجه ال 180، وفي نفس الوقت انا طبعا مش عايز اقول تفتح على حاجه ثانيه، بس هنسيب لما يستوي معايا الاول، فمش هدخل الفرن ده. تعالى يا احمد خد ده عشان مش عايز افتح كتير، علشان ما ينفعش افتح على الجاتوه بتاعي، لما يستوي هندخله ان شاء الله الفرن. بعد كده هنعمل لحضراتكم عند التزيين او الفينش، هنشتغل ازاي؟ بس نبصوا بص على الفرن كده سريعا. تعالى معايا يا شرقاوي، يا شرقاوي يلا حبيبي، بسم الله بسم الله ما شاء الله. اه كده تمام زي الفل. نبص كده مع بعض، هنوريهم بس الشكل على ما نطلع فصل ونيجي. نبص كده مع بعض الشكل عامل ازاي. تعالى معايا اسلام كده حبيبي، ايوه اهو، انا خايف تقع بس. طب اجيبها على الترابيزه احسن؟ طيب نبص كده الشكل حضراتكم، دي اللي احنا ما سحبناش صوص، هي لسه عايزه فيها شويه سوى بس بدات اهي. ده الشكل بتاعنا. انا بستخدم هنا لو انا عايز بقى استخدم مروار، استخدم صوص فراوله، انا صوص فراوله انا عامله، او مروارات او جناش او اي اضافه ده ينفع، تمام؟ طيب انا هخليها برده في الفرن لسه شويه. طيب ازاي عرفنا لسه شويه؟ ينفع بحاجتين، بالسكينه قلنا، بس انا مش هحط السكينه عشان لسه، لكن وانا بهزها كده بحس الجزء اللي في النص لسه مش ماسك اهو، في شويه، تمام. ارجعها الفرن تاني، هات يا احمد الفرن التاني معاك عشان ندخله مع بعض. واحنا هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل هنشوف اللي احنا عملناه ونزين الديكورات بتاعتنا مع الصوصات اللي احنا عاملينها. بعد الفاصل ان شاء الله هندخل الفرن تاني. يلا يا احمد بسم الله، هات صينيه تحت. هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هنيجي مع حضراتكم ونشوف جاتو الشاتو طلعناه ازاي، التقطيع بتاعه الشكل عامل ازاي. ممكن اطلع منه بالقطاعه فرن مدوره، اطلع سمبوسه، اطلع حته بزاويه، اطلع حته، يعني دي بتاعتك انت، انت اللي تقدري تشكليه. اقدر اطلع منه جاتو قطع صغيره سواريه، اقدر اطلع منه قطع مع الاولاد اخدها في اللانش بوكس بتاعه بتاع المدرسه واحطها في علبه، في علبه مخصصه للجاتوهات، ينفع مع الصوص بتاعك، ينفع كل ده ينفع، تمام. نطلع فاصل سريع، بس قبل ما نطلع نفكر حضراتكم بايه بقى منتجنا اللي هو برعايه البرنامج جارسينيا. بيعمل ايه يا جماعه؟ امن وصحي 100%، جربوه. وانا ما بقولش انا اللي بقول، لا، الدكاتره بيقولوا، الدكتوره هاجر لما بتيجي بتكلم عليه باستفاضه كامله، ودايما معانا ان شاء الله متواصله. كل سبت هنبدا نشتغل مع بعض، اي مشاكل عندك في الاستخدام فاصل معانا حضرتك، بس مش عايزين نقول ايه انا بستخدمه من يومين ثلاثه ولا نتيجه، لا، لازم استمر في الاستخدام بتاعي فتره عشان اشوف الاثار بتاعته الايجابيه عليا، تمام. فاصل سريع وبعد الفاصل نطلع كده ونجي لكم ونشوف جاتو الشاتو باشكاله وحلوياته. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. النهارده انا برضو هطلع من ضمن التشكيله ان شاء الله، نطلع كاسات جاتو شاتو. الكلام ده ازاي؟ احنا بنقطع الجاتو، تمام، مع بعض كده، بيبقى فيه كسر او الدبري او الزيادات من القطعه، تمام. هل هتترمي الكلام ده؟ لا، مش الكلام ده ان شاء الله. عندي كريز
برضو في اضافات ينفع ان انا اشتغلها مع الحشو نفسه، برضو ممكن نقول لحضراتكم عليها، اللي هي بقى اقدر ازود مع الخليط نفسه، اقدر احط كريز، اقدر احط مكسرات. ده ارجع لحضرتك، بس انا دايما بشتغل على الحاجه اللي نوعيا ما بتكلفش. عندي مانجا، عندي رمان، عندي اي فاكهه في البيت اقدر اقطعها واقطع واطلع منها كاسات. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنشوف حضراتكم اهو. على احمد يجيب لي ميه سخنه. انا مش ناسي الفرن طبعا اهوت، تمام معانا ان شاء الله. خلي بس كاسات دلوقتي. بسم الله. نبص كده على الجاتوشه، الشوكولاته والفراوله، نبص كده مع بعض. على ما احمد بس يجيب لي الايه؟ الميه السخنه. والفرن معايا انا مش ناسيه، منتظر فرن اهو. تمام. بعمل ايه حضراتكم؟ ايوه، نبص الفراوله، ده الصوص اللي انا سحبته او شلته من المقدار نفسه. واحنا بنسوي كده الاولاني، انا عملت بطريقتين النهارده. الطريقه الاولانيه حضراتكم عملت ايه؟ عملت النهارده كل المقدار مع بعض، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بسحب الجاتوشاتو، بسحب منه شويه، بشيل منه شويه وابدا اشتغل مع بعض. تمام. طيب هنقطع كده مع بعض ازاي؟ اهو القطاعه فين؟ نبص كده مع بعض. عندي قطاعه اللي هي الصغيره اهي، شايفين الحجم عامل ازاي؟ ده الحجم اهو. تمام. هطلع قطع مدوره كده شكلها حلو. بسم الله. ميه سخنه، اهم حاجه عندي ميه سخنه. واسحب من ايه؟ من الجنب كده. نبص الضغط هنضغط ازاي؟ اهو مع بعض، شايفين؟ ضغط واضغط بالسكينه تاني من فوق عشان اطلع القطعه. في زياده اهي، حد معاه التليفون؟ انا الاربيس مش سامع. معلش انا مش معايا، معلش. مين معانا؟ يا استاذ عفاف، استاذ عفاف، استاذ عفاف. نبص كده يا شرقاوي، شايفين الشكل عامل ازاي بطلعها؟ ازيك يا ست الكل؟ عامل ايه يا شيف عدلي؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ منور والله. نورك يا ستي والله، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، اشكرك. اموريني ست. شيف عدلي، انا عاوزه طريقه الشريك. الشريك؟ حاضر، نعمل لحضرتك الشريك، الشريك صح كده؟ انا عاوزه اعمل يعني مقادير قد 2 كيلو. طيب تستنينا الاسبوع الجاي نعمله لك ان شاء الله؟ ربنا يخليك يا رب وكرمك، وقول لي والنبي يعني اعمل احط ايه مقادير قد 2 كيلو. طيب انتظريني حلقه التلات، هرد عليك المقادير وهعمله لحضرتك ان شاء الله. سجلي الشريك يا اسراء لو سمحتي لمدام عفاف. حاضر، تأمريني. يا استاذه ندى، نبص احنا بنقطع ازاي؟ قطاعه ميه سخنه، انا بدي الشكل جمالي، اطلع اشكال مش المعتاده اهو، واطلعها كده. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ ربنا يخليك، بشكر حضرتك على كل حاجه جميله بتعملها لنا، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك. يا رب يخليك يا رب. واحلى حاجه في برنامج حضرتك ان مهما حضرتك غبت عننا ومهما انتقلت من قناه لقناه، برنامج اسم البرنامج ثابت، هو حلواني العرب، لانه فعلا هو حلواني العرب. تسلمي لي يا رب، اشكرك، ربنا يخليك، اشكرك. شكرا لحضرتك، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك، ودائما يا رب تقدم الزهار. تسلمي لي يا ست الكل، شكرا لحضرتك وعلى كلامك الجميل، وانا بيكم بكبر ومعاكم ان شاء الله، وربنا يدينا الصحه معاكم يعني. تسلمي يا ست الكل، شكرا ليك. ده شكل قطعناه القطع المدوره، تمام. عندي الصوص، انا هشتغل دلوقتي الصوص اهو سريع عشان يبقى انا خلصت من الطبق ده. من فوق كده حضراتكم ادي حتت ايه صغيره تنزل معايا، ده المنوار اهو اللي احنا هنعمله برضو ان شاء الله لحضراتكم في حلقه. يا استاذه ماجده، مدام ماجده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله يا ست الكل الغاليه، عامله ايه؟ النور ده اللي هالي العساسه ده، يا رب ربنا يكرمك ويزيدك من نعيمه وفضله وكرمه. الله يكرمك ويسعدك يا رب، تسلمي. يقيم عليك بالستر والرضا والصحه ويصلح ما بين ايديك يا رب. اللهم امين، انا وانت كل الناس يا رب. ويخليك لينا ولاولادك يا ابني، تسلمي لي. ربنا يكرمك ويزيدك، رب يخليك ويزيدك محبه الناس. انا قاعده فرحانه قوي بكلام الناس الحاج محمد، وده كله من رضا ربنا ورضا والدتك عليك. الله يخليك يا رب، ودعواتكم الحلوه والله. ربنا يزيدك، ربنا يزيدك محبه، وطول المحبه في ربنا بيحب فيك خلقه، وهو ده رضا ربنا عليك. يا رب يخليك، يا رب يخليك، يا رب يا رب يخليك. ربنا يزيدك، يزيدك من نعيمه وكرمه عليك. يا رب يكرمك ويسعدك ويديك الصحه والعافيه يا رب، تسلمي لي يا ست الكل. الف شكر لك يا ست الكل على كلامك الجميل. هات لي الكريمه يلا يا احمد. انا مش ناسي الفرن، خلي بالكم الفرن بس ما حدش ايه. طيب بص حضراتكم بقى،
لها المكه اهي شرقاوي جايبها لنا. بصوا بقى جدوش طب اعمل ايه، بطلع منه كمان النهارده كاسات. تعال معايا شرقاوي، نبص شكل الكاس كده، قطعه اهي، نبص للقطعه كده شرقاوي، تعال معايا اهي، شايف الشكل عامل ازاي ما شاء الله اهو. ما عنديش مشكله خالص حبيبي، تمام اهو، طلع الفرن يا احمد. احط هنا في الكاسات كده مع بعض قطع صغيره علشان ما فيش حاجه تترمي يا جماعه، يبقى استفدنا. الاطفال حبايبنا كده ياخدوا الكاس ياكلوه مع الكريمه مع المانجا مع الصوص، هنشوف شكل حلو قوي ان شاء الله. اطلع كده قطعت القطع اهي، بص الشكل عامل ازاي ما شاء الله، والفرن طلع معانا. احمد طلعه لنا اهو، وهنديها صوص دلوقتي حالا بس لما تهدى معانا في الاخر. جهز لي طبق ليها، بس نشوف الكاسات الاول اللي انا خدت كل الزيادات اللي عندي، بس الاهم ان انا بطلعها بشكل جمالي، ده الاهم. انا بعرض ازاي او بقدم ازاي للاطفال او الضيوف اهو حضراتكم، تمام. بسم الله ما شاء الله طالعه يعني، الله. نبص كده مع بعض، هذا الكاس بتاعنا يا ست ام محمد. ست ام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست الكل، ازيك يا شيف ادري؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا بيكي. منور يا شيف ادري. نورك يا ستي والله، يا ربنا يخليك يا رب، نورك يا ستي. تعالى يا احمد يلا معاك يا ست الكل، اتفضلي معاك. نبص كده الكاسات بتاعتنا هنعمل ايه بقى اهو. بص حضرتك، شكرا ليك يا ست محمد، شكرا ست محمد، شكرا. هدي بقى حضراتكم هنا شويه مانجا من فوق، نبص كده مع بعض. المانجا اهي، شايفين المانجا بطعم. لا اتخم شرقاوي، انت بس خد الدواء بانتظام يا شرقاوي وهتخس. خسيت كام كيلو يا شرقاوي؟ انا حوالي 3 كيلو. 3 كيلو لغايه دلوقتي. ولؤي برضه خس صح؟ بص حضراتكم كده بعمل ايه؟ خدت كل الخليط بتاعي. بص حضراتكم بعمل ايه بقى؟ الكريمه من فوق، نبص كده، هات لي الشوكولاته يا احمد. روزيتة الكريمه الجميله اهي، شوف الكاس شكل عامل ازاي؟ يا مدام ساميه. مدام ساميه؟ سميره يا شوف ازاي؟ مدام سميره ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ انت؟ يا رب يخليك. الحمد لله. اخبار حضرتك؟ تسلم ايدك الحاجات الحلوه دي. تسلمي لي يا ست الكل، تسلمي لي. عايزه بس معلش تعمل لي تقول لي على الجاتوشه كل فراوله زي ما شفتها. عينيا عينيا، حاضر حاضر حاضر. تسلم عينك. حالا لحضرتك حالا حالا. بص حضراتكم بقى، شكرا مدام سميره. ناخد كده الصوص معانا. السكينه كده نقطع المقص. فين يا احمد؟ شكلك روحت المقص يا احمد. بص حضراتكم الصوص الشوكولاته بعمل ايه؟ بعمل الكورنيه بتاعنا وبنزل كده بايه؟ خفيف خالص. تعالى معايا كده يا عم شرقاوي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ حاجة خفيفة كده من فوق اهي، تمام؟ اهو على الكريمة مع المانجا، وبعد كده هنزل من فوق بحاجة بسيطة خالص من الصوص نفسه، المروار بتاع الشوكولاتة. شايفين شكل الكاس ما شاء الله عامل ازاي؟ وناخد كده حضراتكم حاجة بسيطة من ايه؟ مروار الفراولة. يا عم حسن. ألو؟ أستاذ حسن؟ كلمنا تاني يا أستاذ حسن، أشكرك على تليفونك. نبص حضراتكم الصوص بقى، ده اللمسه الجماليه. وبعد كده بعمل ايه؟ شويه مكسرات الحلوه، حاجه بسيطه خالص، ما بكترش. انا ما بكترش، انا بس عايز حضرتك لما بتاكل الجاتوه يكون حاجه ايه جميله كده وشكله حلو، الكاس نفسه، تمام؟ الطبق بتاعنا، هات الاستاند يا احمد. وهات لي الطبق، حضر لي الطبق. يا مدام صابرين. ايوه، ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك يا ستي؟ هات السنه الثانيه. تأمريني يا ست الكل. انا عايزه طريقه كيكه تكون بسيطه جدا. طريقه الايه؟ كيكه تكون بسيطه جدا. مش سامع معلش. كيكه تكون بسيطه. كيكه تكون طيب هقول لحضرتك حاجه. نحط كيكه الزبادي، ايه رايك الاسبوع الجاي؟ كيكه سهله وجميله كده تنفع الفطار. تمام، كيكة الزبادي وكتير قوي طلبوها، نعمل لحضرتك كيكة الزبادي إن شاء الله. حاضر حاضر يا ست الكل. بص حضراتكم بقى لسه عندي كمان إيه؟ لا مش هتتخن إن شاء الله. بص حضراتكم ده الكاس معانا أهو كمان زيادة. نعمل إيه حضراتكم بقى؟ أرجع تاني للفرن. التورتاية طلعت يا ست أم محمد. ست أم محمد. ايوه يا شيف ادري، ازيك؟ عامله ايه يا ست الكل؟ ايوه يا شيف ادري، ازيك؟
اخبارك ايه؟ الحمد لله. اموريني ستي. الحمد لله. شوف قادر انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، ربي يخليكي ويسعدك يا رب. اموريني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. تسلم يا شوف قادر. اموريني ست الكل. نيرة بنت عايز اسلم عليك. طبعا تنورني. ازيك يا نيرة؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه يا شيخ أدري؟ عندك كام سنة يا نيرة؟ الحمد لله. يا نيرة؟ كم؟ سبع سنين. سبع سنين ما شاء الله، عروسة وقمر أهو، ربنا يحفظك يا حبيبتي. طيب أنا سمعتك سبع سنين، ربنا يحفظك. تسعة يا شيخ عدل. نعم. شكرا نيرة، شكرا يا حبيبتي. شايفين حضراتكم بعمل صوت خفيف خالص، حاجة خفيفة خالص من الصوت، تمام؟ لم يحمل كل ده لو سمحت. نيجي بعد كده عندي قطعة تانية أهي، اللي هي حضراتكم اللي أنا هقطعها جاتوه برضو عندي. ده شكل بعمل إيه يا حضراتكم؟ عندي بقى رمان أهو الجميل ده من فوق. لم يحمل يلا. شايفين الرمان؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ كده خلاص عندي الشوكولاته ديكوريشن بقى، اطعم بعد كده بالشوكولاتات، ايوه ده الشكل اللي قدامنا اهو. دي لسه طالعه من الفرن، هنفتحها كده مع بعض ولا انا ما بحبش اقطع حاجه، تعالى معايا بشرقاوي. عشان السخونيه كده طالعه، بسم الله. نبص حضراتكم كده للشكل. ايه رايك كده والصوص بقى من جوه؟ ده اللي انا بتكلم عليه، انا سبت شويه صوص اهو. نبص كده للصوص. شايفين الصوص؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه، انا عملت النهارده دمج جديد، حاجه جديده النهارده بالنسبه لجاتو شاتو، ان انا خدت كل خليط لك اللي احتفظت بالصوص من جوه. نبص للصوص مع بعض عامل ازاي اهو. شايفين الصوص؟ ده اللي انا عايزه بقى حضراتكم اهو، تمام؟ يبقى انا عملت شكل جديد او طريقه جديده للجاتو شاتو حضراتكم، ان انا خدت الخليط كله مع بعض وبعد كده عملت ايه؟ السوا بتاعي عادي جدا، طلع معايا من الفرن، خد صوص شوكولاته وقمت فاتحه، هينزل الصوص بتاع الفراوله بتاعه. وده الشكل بتاعنا. هات الستاند الكبير لو سمحت يا احمد. طيب عندي بعد كده الجاتوه اللي هقطعه تاني. تمام؟ شكرا. يا استاذ حسن. يا حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ تسلم ايديك يا حبيبي. يا رب يخليك، يا رب يا رب يخليك. انا عندي حنين بنتي بتحبك والله. وانا بحبك كلكم والله، ربنا يكرمكم يا رب. انا نفسي بس بحب الهريسه، نفسي في يوم تعمل هريسه. اسكندراني ولا؟ ايوه. لا لا اسكندراني. دمياطي. لا 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 اسكندراني. هعملها لك والله عينيا. حاضر تأمرني. ماشي عشان حنين كمان يا باشا. عينيا هريسه عشان عروستنا حنين. ما يا احمد يلا. بص حضراتكم ده الشكل اهو، اخدها تاني ونروح عند اسلام كده. يلا يا اسلام. وعيش مع نفسك في الصوص اهو. كده ايوه. شايفين الصوص من جوه عامل ازاي ما شاء الله. بعد كده بعمل ايه؟ اقطع بقى الجاتوه الثاني. هات الطبق يا احمد يلا. ابو حميد بص حضراتكم تقطيعه مختلفه شويه، بس بعمل ايه؟ باخد المروار، في المروار يا احمد، اقطع في النص كده حضراتكم اهو. ده شكل مختلف في التقطيع. هات المروار يا احمد لو سمحت. تمام. ده اللي طلع من الفرن حضراتكم، وقمت حاطط الصوص. هنطلع دلوقتي حالا المكه. لا شويه المكه شويه معلش. هنقطع قطع صغيره، يبقى انا عندي تقطيعه مختلفه. طيب ده اللي احنا عملناه زياده. نبص كده على الزياده عم شرقاوي. هل الزياده دي بقى حضراتكم اللي انا قلت عليها تترمي؟ لا مفيش حاجه بتترمي خالص ان شاء الله اهو، كل الحاجات دي بتتاكل وطعمها حلو قوي. نبص كده مع بعض نشوف السمك بتاع جاتو شاتو. تمام. نبص على جاتو شاتو عامل ازاي، مختلف خالص. بس انا عملت ايه هنا بقى حضراتكم؟ اضافه جديده برضو هعملها حضراتكم حالا اول ما نطلع من الفرن، وهو طالع من الفرن سخن. خد الصوص وهو طالع من الفرن سخن مباشرة على الكيكة نفسها، الجاتو أو الفورمة اللي معاكم. عملت طريقتين النهاردة جديدة خالص في جاتو شاتو. نبص على كده القطعة من جوه عاملة ازاي؟ هتلقوا شاربة الصوص تدينا طعم يعني مش عايز أقول لكم. مين معانا؟ يا أم ساندي. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ست الكل عاملة ايه؟ عامل ايه؟ ساندي بتعيط ليه بس؟ عايزة تنام. ربنا يخليها لك. الله يخليك. نوريني ستي.
الشغل اللي انت بتعمله جميل قوي النهارده يا شيخ. يا رب يخليك يا رب، يكرمك ويسعدك ويسترك ويخلي لك يا رب بنوتك. الله يخليك. هو الإعادة بتيجي الساعة كام يا شيخ؟ الإعادة الساعة 8 الصبح. 8 الصبح. ماشي، تسلم إيدك على كل اللي بتعمله. تسلمي لي يا ست الكل. دي هنخليها شرقاوي، ما حدش ياكلها يا جماعة، خدها يا أحمد. طلع الفرن يلا يا أحمد. ده شكل تاني جاتوشة يا جماعة أهو، تمام؟ حالاً. ليه آخر تليفون ليه؟ ما تدخلناش كلها يا جماعة، ما تزعلوش حد. ما تزعلوش حد. نبص على الصوص كده يا عم شرقاوي، يا أستاذ محمد. أستاذ محمد. بحط الصوص عشوائي كده، نبص الشكل عامل ازاي؟ استاذ محمد استنى يا احمد الفرن يا احمد، شايفين شكل الصوص عامل ازاي؟ وباجي بالمكسرات، المكسرات يا استاذ محمد. الو مع حضرتك اتفضل. الو ايوه مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امورنا يا استاذ محمد. معاك معاك والله عليك. سامعك يا حبيبي اتفضل سامعك. هات الفرن يا الله. امورني. اشكرك على تليفونك يا استاذ محمد. نرجع تاني كده يا شرقاوي معلش. هات يا احمد يلا. هات لي دي يا احمد. هات لي دي. بص حضراتكم الصوص اهو. فين الصوص يا احمد؟ بص كده الصوص الشوكولاته اهو. ده اللي بتكلم عليه. تعالى معايا يا شرقاوي. الصوص من فوق. باخده كده من فوق اهو يتشرب خالص. معلقه يا احمد، معلقه للزبتيون. نيجي بعد كده للموكا. بص حضراتكم اهو. بص يا شرقاوي معايا في الموكا بقى عشان الصوص بتاعها ايه زياده. اتشرب وهي سخنه. انا عايز بقى الحته دي وهي سخنه. بوزع كده الصوص عندي ما كفاش بتاع الشوكولاته، ما عنديش مشكله خالص. بص حضراتكم اسحب اسحب لي ده. ليه بقى حضراتكم هنا؟ ان انا خليت السيرب نفسه او اللي انا عامله الصوص نفسه اتشرب وهي سخنه، فهتشرب القطعه فمن جوه هتبقى سخنه جدا وشربت كمان هتبقى طريه وطعمها حلو قوي. طبعا ما ننساش نفكر حضراتكم، يلا ابو حميد نفكر حضراتكم طبعا بالمنتج بتاعنا جارسينيا وهو راعي البرنامج عندنا. امن جدا واحنا اتكلمنا عليه باستفاضه مع الدكاتره، تمام، مع الدكتوره هاجر اللي بتشرفنا طبعا كل يوم سبت. وقلنا الاستخدام بتاعه اللي هو حضراتكم بناخد قبل الفطار بنص ساعة الكبسولة. هات صوص أحمد الفرق الشوكولاتة لو سمحت. قبل الفطار بنص ساعة بنستخدمه، وبعد كده باخد وراها مباشرة مهم قوي 4 كوبايات المية أو 5 كوبايات المية، وبعد نص ساعة أبدأ أخد الوجبة بتاعتي الرئيسية سواء الفطار أو الغداء. هيعمل تخسيس قد إيه؟ كام كيلو شرقاوي في الشهر أو في الأسبوع؟ تاخدها أسبوعياً 3 كيلو في الأسبوع يا أحمد يلا. يبقى احنا قلنا المنتج بتاعنا حضرتك بيعمل ايه اسبوعيا؟ 3 كيلو تخسيس لو حضرتك استخدمتيه بانتظام. يا رب تكون الحلقه النهارده جاتو شاتو بالطريقه الجديده اللي احنا عملناها في الخلاط كله مع بعض ضربناه او على البوله بتاعتي يدويا اشتغلنا بيه وخدناه كله في البوله او في الفورمه او في الصينيه او في الكاد يخش الفرن، وبعد ما بيطلع نفتح كده الصوص هينزل يتدلع ولا احلى ولا اروع. يا رب كل حلقة عجباكم، ونختم ونقول كلمتنا الحلوة أشوفكم على خير يوم التلات إن شاء الله مع البسطة فلورا عشان ست كل طلبة البسطة فلورا عندنا. نختم ونقول كلمتنا الحلوة. قول يا شرقاوي. ماشي. ما هو اللي بناك يا مصر زمان كان إيه؟ ها كان إيه؟ كان حلواني وكان فنان. وأوعوا تنسوا اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. وبيكم يا مصريين إن شاء الله مصر هتفضل حلوة الحلوين. أشوفكم على خير. السلام عليكم. الطوبة دي يا باشا بسبوسة جلاشة بقلاوة وبوباشة وكريزة على توتة وكريمة حدوتة وكيكة مظبوطة. حلواني وكان فنان اللي
حدوته والكيكه مظبوطه. التوت يا باشا بسبوسه جلاش بقلاوه وبغاشه وكريز على توته وكريمه حدوته والكيكه مظبوطه.